الدكتورة يمنى الشريدي زي ما قلت لحضراتكم سيدة قوية جدا، ولكن البعض لا يعجبه طموح المرأة، أو مش بيعجبه إن الست تحقق نجاح. في اللحظة دي إذا نجحت السيدة في التكيف مع هذا التحدي بتصنع المعجزات. خلينا نكمل. الدكتورة يمنى الشريدي رئيسة الشركة الدولية للصناعات الغذائية الخاصة، عملنا معاها جولة في المصنع ومناطق التخزين لبراميل التخليل، وشفنا الفلفل الأحمر اللي بيجهزوه للتصدير لأمريكا. هو بيتقطع بالشكل اللي حضراتكم شايفينه وبيتحشي أنواع كتير من الأجبان، هي بتصدره لمصانع في أمريكا في عبوات كبيرة، وهم بيجهزوه ويحشوه بالأجبان ويطرحوه في السوق المحلي الأمريكي في عبوات صغيرة للمستهلك النهائي. احنا في قلب المطبخ دلوقتي، ده مكان تصنيع كل منتجاتك اللي بتصدر لكل العالم. قلت لي اولا بتصدر فين عشان لسه عارفه؟ امريكا اليونان، فرنسا، ايطاليا، بالظبط. كملي. لا فرحينا الجزائر، ايه تاني؟ الجزائر، برازيل، ارجنتين، روسيا. بصدر دول كتير قوي. انك تكسبي ثقه المستهلك ده ازاي؟ انت بتشتغلي بي تو بي، يعني الشغل ده طالع لمصانع بالظبط، وبعد كده بتنزل للمستهلك النهائي، بالظبط، صح كده؟ بتكسب ثقتهم ازاي؟ لو حد يتخيل ان قد ايه المواصفه بتفرق في مقاس كل ثمره، لو كان زيتون او فلفل او كده، مقاسها، قطرها، لونها، لان كل حاجه دي بتعبق بعدد معين في برطمان، وبعد كده بتروح للمستهلك ولازم يبقى فيها خليه تمام متحفظه، خليه بحيث ان هم بيحطوها في اكل. بالذات انا متخصصه شويه في الانتي باستا او الاكل الايطالي، المطاعم الايطالي كلها، فاحنا بنبيع لكل الشركات اللي بتعبي بعد كده او بتصدر للمطاعم الايطالي. السيدات الفضليات اللي شغالين مع حضرتك هنا كل واحده فيهم بقت خبيره في مجالها، اخترتيها ازاي وعلمتيها ازاي انها توصل لكده؟ الحقيقه البنات عندنا الحقيقه فيهم الخير، بقالهم سنين يعني، بقالهم كتير وبقالهم سنين كتيره قوي، وهم مستمرين اكتر من الولاد، وبحس ان هم اولى، هم اصحاب المصنع يعني، لان هم الحقيقه اللي عارفين المصنع بيتطور ازاي وبيشتغل ازاي، ومرينا بظروف كتير صعبه ومرينا بوقف شغل تمام. احنا دايما مع بعض وبنحاول نطور الناس ومهاراتهم، وبيجي لي دكاتره كتير قوي تدريب هنا، وبنعمل تدريب على في المصنع على كل حاجه. انا بقتنع بالتدريب، صح، على الخط. كل شركة عندها ميزة أو عيب، فالتدريب لازم يبقى متفصل على كل قدرات شركة. طيب عرفينا الشغل ماشي ازاي هنا؟ بنبدأ ازاي وبنخلص ازاي عشان بس تبقى فاهمة برضه يعني ايه تصنيع؟ يعني احنا تزرع، لو مزارع بتاعتنا بنستلم الحاجة في برانيك وبناخدها، بنعمل نسبة على كل المواصفة موجودة ولا لا، ونسبة الزرع مقبولة ولا لا، وبعدين بنبتدي في حاجات بتمر على خرامة، لأن التخريم ده بيخلي المنتج يبقى كويس. لو زيتون بيدخل في التنكات بيتطبخ لمدة 24 ساعة وبعدين ينزل تنكات تحت الأرض، كل منتج له طريقة معينة. وبعدين الخطوة دي اللي هي السيور دي بس للمرحلة النهائية، دي مش تصنيع، مش هنا بس تصنيع، كذا مكان في المصنع، إنما هنا بيبقى بس اختيار اللي هي واحدة بالواحدة، بيختاروا بالواحدة، بيبصوا على حباية حباية قبل ما يعبوها. كل طن بقى شوف بياخد وقت قد إيه، يعني في اليوم بنخلص كام طن عشان نقدر نطلع البضاعة دي متنقية بالواحدة. مساحة المصنع هنا قد إيه؟ المصنع كله 21,000 متر. 21,000 متر، حجم الإنتاج بتاعه السنوي؟ يعني إحنا بنصدر تقريبا في السنة بحدود من 60 ل 70 حاوية من أصناف مختلفة، يعني 60 70 حاوية بالزبط. من أصناف مختلفة، من ال 40 صف اللي احنا منطقة عليهم. حرة خاصة يعني، منطقة حرة خاصة يعني ورقك بيخلص هنا، كله هنا بيخرج كله هنا مقفول، و 100% تصدير، كل منتجنا بيتصدر. طب هسألك عن درس الكورونا. لما جت الكورونا والموانئ قفلت، ماذا فعلت الدكتورة يمنى الشريدي؟ كانت صعبة قوي، لأن كل المطاعم قفلت وكل الشركات قفلت وكل كده، ومفيش سوق محلي. اضطريت اخد اذن من هيئه الاستثمار ان انزل سوق محلي، وتم الموافقه. نسبه يعني الى حد، وقدر يستقبل السوق المحلي. غيرنا قلبه، مش معروف، صح كده؟ احنا اللذيذ فينا ان احنا عشان شركه صغيره مش كبيره، بنبقى سلسين في ان احنا نغير المنتج بسرعه، ونغير العبوه بسرعه، ونغير، فبناخد قرارات سريعه، فقدرنا نغير العبوه ونغير شكل المنتج وطعمه عشان ينزل سوق محلي. السوق المحلي اخترقت محلات التجزئه ازاي؟ السوبر ماركتس الكبيره، اشتغلت مع السوبر ماركتس الكبيره لان كان عندي خبره معاهم قبل كده، كنت بشتغل في اكل الاطفال، فكان عندي خبره معاهم، فاتصلت بيهم ونزلنا سوق محلي.
أصعب اللحظات في حياة الدكتورة يمنى الشريدي كانت لما قررت الانفصال عن زوجها الدكتور مدحت شحاتة، لأنها لازم تحافظ على بناتها وسلامتهم النفسية وما يحسوش أبدا بأي خلل في حياتهم، وده خلاها تركز جدا وتوزع وقتها بشكل كبير ما بين مصنعها وشغلها وبيتها وأولادها، وطبعا أولادها في المقدمة. الموضوع مش سهل. عايز اصحرك على جمعيه سيدات رجال الاعمال، سيدات احنا واقفين اهو. اي سيده الاعمال اهي، صح ولا لا؟ حضرتك اسست الجمعيه دي من سنين طويله جدا وبقالك 21 سنه رئيستها، كان هدفها ايه؟ عدد اعضائها، الخدمات اللي بنقدمها للناس، اشرحي لنا. هي السيدات الاعمال عاده الست دائما عندها عطاء اكثر بكثير من الرجل، يعني شكرا. عندها عطاء كثير. متشكرين. فما بتدخل في حاجه هوموجينس، مجتمع كلنا زي بعض وبنفكر زي بعض وتحديات زي بعض وازاي نوفق وقتنا وازاي نسال على حاجات، يعني مش عايزه اقول لك احنا عندنا جروبات واتساب في كل مجال، كل واحده ممكن تسال انا عندي مشكله في مثلا في تصدير حاويه او في استيراد حاجه او ان انا لقي عبوه بالمنظر ده او حاجه ده بدور عليه، كلنا بنساعد بعض. اي جهه بتحاول مثلا تدخل تمويل برنامج تمويل جديد، اي جهه بتحاول في برنامج تدريب او برنامج للمراه بيتصلوا بينا. بتقدمي لاعضاء الجمعيه؟ بالظبط. انتوا كم قطاع صناعي موجود في الجمعيه؟ 12 قطاع صناعي. 12 قطاع في المقاولات، في الحديد والصلب، في البترول، في الغاز. كم عدوا النهارده في الجمعيه؟ 450 واحده. 450 سيدة أعمال. من سيدات أعمال مصر. بالظبط. عملنا مبادرة اسمها سيدات شركاء النجاح، والحقيقة مديت إيدي الحكومة والوزراء كلهم شجعونا جدا، حتى وزارة السياحة، وزارة الآثار، وزارة الصناعة، وزارة التضامن، قلنا عايزين نعزم سيدات أعمال رائدات من كل أنحاء العالم إنهم يجوا مصر ويشوفوا الأمان والأمن ويشوفوا قد إيه الست المصرية دي متقدمة وبتقدر تعمل حاجات كتيرة جدا، وبقينا نناقش التحديات الموجودة في العالم كله. السنة دي عاملين المؤتمر التاسع إن شاء الله في فبراير 2024، الافتتاح دايما تحت مظلة جامعة الدول العربية وتحت رعايتها، وبنعمل السنة دي إيه الـ AI الانتليجنس اللي هي التكنولوجيا الجديدة دي، إزاي هتغير طريقة العمل، إزاي هتغير طبيعتنا في التسويق، إزاي هنعرف نبطل نسافر ولا بنسافرش ولا نعتمد على الحاجات دي، ايه الوظائف اللي هتختفي، كل ده بنتكلم فيه عشان نعلم السيدات كل الحاجات الجديدة ما نتأخرش. وعندنا اجيال في الجمعيه، عندنا من 20 سنه ل 70 سنه. طب شروط الانضمام ايه للجمعيه؟ انها يا اما تكون يعني عندها مشروع اوريدي وسجل تجاري وبتقدم ورقها وتشوفه. لا بتجيب ورقها وبتجيب كده، وبنبقى لازم تبقى عندها ريفرنس او حد من الجمعيه عارفها، يا اما تكون عايزه تبدا مشروع بتبقى زي عضو منتسبه او تبقى زي مديره بنك، مديره مؤسسه، بحيث ان هي من خبرتها بنستفيد منها. فده النشاط اللي بنقدمه، بنساعد، بنعمل مشروعات كتير قوي. يعني احنا عاملين اول بلاتفورم ليساعد المرأة في التصدير، نحط عليه الداتا بيس بتاع كل الاتفاقات التجارية، الناس بتوع العبوات، بتوع الشحن، بتوع الاتفاقات. ده ممتاز ده. بنعمل بلاتفورم مفيد جدا. خدمي بيساعد كل الستات اللي أثر لهم المسافة. عمرك حسيت بلحظة ضعف أو يأس أو إن أنا مش هقدر أكمل القصة دي ولازم أتراجع عنها؟ امتى بتاخدي موقف؟ يعني مثلا في وقت الكورونا وبعدها ما بقيت حاسه اني مش قادره حتى اغطي مصروفات المرتبات والحاجات دي، قعدت افكر معقوله هنهي حياتي بفشل كده؟ فدي كانت من اللحظات الصعبه، ان انا قعدت احاول احسبها بكل طريقه، ازاي اكمل وازاي الناس دي كلها في رقبتي، وازاي ان انا اقدر ما اخزلش لا البنك ولا اخزل هنا ولا اخزل الالتزامات اللي عليا. ففي لحظات بتبقى صعبه كتير قوي الواحد بيمر بيها. تعالى نخرج بره نتفرج على الاماكن فيها براميل زيتون والتخزين ومنتجات شكلها ايه. تمام.